تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية، سنقوم جميعا بحله. التمرين الأول يقول: أربط بسهم بين الحالة ودقات القلب المناسبة عند الجلوس، عند المشي، وعند الجري. أعطونا 110 دقة في الدقيقة، 75 دقة في الدقيقة، 90 دقة في الدقيقة. عند الجلوس كم عدد دقات القلب؟ نعم، عند الجلوس 75 دقة في القلب. نربط بسهم. بينما عند المشي كم عدد دقات القلب؟ 90 أم 110؟ أحسنتم، 90 دقة في الدقيقة. وعند الجري بقيت 110 دقة في الدقيقة. وهكذا نكون قد انتهينا من التمرين الأول. التمرين التالي: أكمل العبارات التالية: يركض، يطير، يسبح، يزحف، يقفز. الثعبان، ماذا يفعل الثعبان؟ يركض، يطير، يسبح، يزحف. الثعبان يزحف، نكتب يزحف. الإشارة. الغراب الذي هو عبارة عن طائر، ماذا يفعل الغراب؟ أحسنتم، يطير. الغراب يطير. بقينا الحصان، ماذا يفعل الحصان؟ هل الحصان يركض أم يسبح أم يقفز؟ نعم، الحصان يركض، نكتب يركض. الدلفين الذي هو عبارة عن سمكة، هل الدلفين يسبح أم يقفز؟ أحسنتم، يسبح. الدلفين يسبح. يركض، نضع لها علامة. الأرنب، الأرنب يقفز. جيد، الأرنب يقفز، يقفز. سمك القرش عبارة عن سمكة، السمك يسبح في الماء، القرش يسبح. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث: أجب بصحيح أو خطأ. أستحم مرة واحدة في الشهر فقط، خطأ. لا أستحم مرة واحدة، أستحم على الأقل مرة في الأسبوع، مرة واحدة في الشهر خطأ. لا أنظف أسناني قبل النوم، خطأ. يجب تنظيف الأسنان قبل النوم. الأكلات السريعة طعام غير صحي، صحيح. يجب تجنب الأكلات السريعة، لا نكثر من الأكلات السريعة لأنها غذاء غير صحي، صحيح. الإكثار من السكريات لا يسبب تسوس الأسنان، خطأ. الإكثار من السكريات يسبب تسوس الأسنان، يجب أن لا نكثر من السكريات. النظافة هي تنقية الجسم فقط، خطأ. النظافة هي تنقية الجسم وطهارته. التمرين الأخير الرابع: املأ الفراغ بالأسد، الأسماك، الحمام. تتنقل في البحر، معناها تسبح. من هي؟ الأسماك، أحسنتم، الأسماك. من الذي تتنقل في الهواء معناها تطير؟ هي الحمام، أكتب الحمام. بقي لنا التي تتنقل على الأرض معناها تمشي في الأرض، وهي الأسد، نكتب الأسد. وهكذا انتهينا من الاختبار في مادة التربية العلمية، وإلى اختبار آخر. إلى اللقاء ومع السلامة.